السلام عليكم ورحمة الله. إذا مع تصحيح الامتحان الموحد من 2019 خاص بمادة الرياضيات، الأنشطة العددية، السؤال الأول: رتب الأعداد التالية ترتيبا قوسيا من اليسار إلى اليمين. نلاحظ أن لدينا أعداد عشرية تتخللها عدد كسري، إذا لابد من تحويل العدد الكسري إلى عدد عشري، وذلك بالقيام بالقسمة. إذا 14 مقسوم على 3، 14 مقسوم على 3 تساوي 4، 4 في 3 تساوي 12، 14 ناقص 12 تساوي 2، وبيف صفر وأضع الفاصلة 20، كان فيها من 3 فيها 6، 6 في 3 18، إذا الباقي هو 2. نلاحظ إذا لترتيب هذه الأعداد نبدأ من الجزء الصحيح، لدينا 4 4 41، 4 407، إذا العدد الكبير هو 407. أكبر من 41، ثم نمر إلى العدد 4.01 و4.6 و4.7، العدد الكبير هو 4.7، ثم يليه 4.6 أو 14 على 3، ثم العدد الصغير هو 4.01. إذا مع السؤال الثاني، دعوا أنجز العمليات التالية. العملية الأولى عملية الضرب، 9764 مضروبة في 8 وحدات و5 أجزاء من 100، 5 × 4 = 20، أكتب الصفر وأحتفظ به، 5 × 6 = 30 زائد 2 = 32، 5 × 7 = 35 زائد 3 = 38، أكتب 8 وأحتفظ ب3، 5 × 9 = 45 زائد 3 = 48، و40. نضع النقطة 0 في 4 0 0 0 0، نضع النقطة أخرى 8 × 4 = 32، أكتب 2 وأحتفظ ب3، 8 × 6 = 48 زائد 3 = 51، أكتب 1 وأحتفظ ب5، 8 × 7 = 56 زائد 5 = 61، أكتب 1 وأحتفظ ب6، 8 × 9 = 72 زائد 6 = 78. ثم الآن نقوم بعملية الجمع، 0 × 2 = 10 وأحتفظ ب1، 10 وأحتفظ ب1، 4 + 1 = 5 + 1 = 6، 8 ثم 7، ثم ننتقل إلى الفاصلة، رقمين بعد الفاصلة، رقمين بعد الفاصلة. الآن مع العملية الثانية، وهي عملية مركبة في عملية الطرح وعملية الجمع. إذا ننتبه لوضع الفاصلة تحت الفاصلة ثم الفاصلة الثالثة وننجز العملية. 2 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل ب1، 12 ناقص 7 = 5، 7 ناقص 4 = 3، 2 ناقص 5 لا يمكن، 12 ناقص 5 = 7، 9 ناقص 1 = 8، 0 ناقص 8 لا يمكن، 10 ناقص 8 = 2، 1 ناقص 1 = 0. ثم نضيف 548، ننتبه لـ8 في الوحدة، سنضعها تحت 7، ثم 4، ثم 5 والفاصلة والأصفار. الآن عملية الجمع، 5 + 0 = 5، 3 + 0 = 3، نضع الفاصلة، 7 + 8 = 15، أكتب 5 وأحتفظ ب1، 8 + 1 + 4 = 13، أكتب 3 وأحتفظ ب1، 5 + 2 + 1 = 8. بالنسبة للعملية الأخيرة، عملية القسمة، 25 + 53 مقسوم على 69، 25 كان فيها من 69 فيها 0، 0 في 69 تساوي 0، 25 ناقص 0 = 25، ننزل ب5 ونضع الفاصلة، 255 مقسوم على 69 تساوي 3، 3 في 9 = 27، أكتب 7 وأحتفظ ب2، 3 في 6 = 18 زائد 2 تساوي 20، ثم
نعمل عملية الطرح. 15 ناقص 7 تساوي 8، 5 ناقص 1 تساوي 4، 2 ناقص 2 0. ننزل 3، 483 كم فيها من 69؟ فيها 7، 7 مضروبة في 9 تساوي 63، أكتب 3 واحتفظ ب6، 7 في 6 42 زائد 9 6 تساوي 48. إذا الجواب 37 جزءا من 100. السؤال الثالث، سؤال الأعداد الكسرية، سوبر سازيلي. لدينا عملية مركبة، عملية أولى عملية الجمع ثم عملية الطرح ثم الضرب. العملية الأولى 1 على 2 زائد 4 على 3، نوحد المقامات، 1 على 2 ثم 4 على 7 ثم الضرب. العدد الأول نضربه في مقام الثاني ثم في الثاني في مقام الأول. إذا الجواب سيكون 1 في 7 7، 2 في 7 14، 4 في 2 8 ثم 14. ثم نحتفظ بالمقام، 7 زائد 8 تساوي 15. إذا هذا هو الجواب. بالنسبة للعملية الثانية، 3 على 2 ناقص 2 على 3، نفس الشيء، سنوحد المقامات، نضرب في 3 ثم نضرب في 2. إذا النتيجة 9 6 4 6. إذا 9 ناقص 4 تساوي 5، ثم نحتفظ بالمقام. الآن سنضرب 15 على 14 مضروبة في 5 على 6، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يمكن أن نفكك 15 وتصبح 3 في 5 ونحتفظ ب 5، نحتفظ ب 14 ونفكك 6 وتصبح 3 مضروبة في 2 لكي نختزل ب 3. إذا النتيجة 5 في 5 25 و 14 في 2 تساوي 28. بالنسبة للسؤال الرابع، وضع شخص مبلغ من المال قدره 5200 درهم في بنك بسعر 6%، ما هي الفائدة التي سيحصل عليها بعد سنة وعشرة أشهر؟ إذا للإجابة على هذا السؤال سنمر عبر مرحلتين، سنحسب الفائدة السنوية يعني في سنة واحدة ثم في سنة وعشرة أشهر. ماذا تعني 6%؟ سعر 6% يعني إذا وضع الرجل 100 درهم سيحصل على 6 دراهم. هذا الشخص وضع 5200 درهم، إذن سيحصل على كم؟ للإجابة سنستعمل العلاقة الثلاثية، يعني 6 مضروبة في 5200 مقسومة على 100. سنختزل بالأصفار، إذن 6 في 52 تساوي 312. إذن هذا الشخص سيحصل على 312 درهما في سنة واحدة. إذن الآن في سنة وعشرة أشهر، ماذا تعني سنة وعشرة أشهر؟ تعني 12 شهرا وعشرة أشهر، يعني 22 شهرا. إذن لملء جدول التناسب، قلنا بأن في 12 شهرا سيحصل على 312، الآن في 22 شهرا على كم سيحصل؟ دائما باستعمال التناسبية، 312 مضروبة في 22 مقسومة على 12 تساوي 6864 مقسومة على 12 تساوي 572 درهما. إذا سيحصل هذا الرجل في سنة ونصف على 572 درهما.